على هذا التفاهم الكبير ما بين الاثنين. هنا لدينا كرة خطيرة أحمد علاء، وأول أهداف لدينا الغرافة. نعم 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 نعم، أحمد علاء يسجل أول أهداف الغرافة عند الدقيقة السادسة، يفعلها سادس الأهداف. لكن ما تحس مبسوط، تحس أنه حاس أنه هدف تسلل لكنه شرعي يا أحمد. على نهاية أحداث شوطي اللقاء الأول، ولا زال الغرافة يتقدم منذ الدقيقة السادسة. هنا لدينا الله، مصلحة السالية عن طريق كريم أنصاري. تقريبا تتحدث عن هدف بنفس الطريقة بنفس العملية، يسجل لدينا كريم أنصاري من خلالها. أبو بكر التدخل اللي يأتي الله على الجانح يا أحمد، وبعد ذلك الكرة الأمامية التي تأتي غير متسلل على الإطلاق. هنا مبارك بصوبة، يتقدم بصوبة، الثاني السالية، الثاني السالية، نعم يضرب السالية عن طريق مبارك بصوبة ويسجل ثاني الأهداف غير متسلل على الإطلاق، لأن مبارك بصوبة كان أو انطلق من خارج الخط. شوف كل لاعبة الغرافة في خط المقدمة، أمر غريب للغاية، أمر غريب للغاية، لا تأمين في الخلف على الإطلاق بالنسبة للغرافة. والغرافة يعود السالية، يحاول السالية، تمرر أمامية خطيرة، الله جول غاية في الجمال. اسعد يا العيدة، اسعد يا العيدة، فعلوها. نعم يسجلون ثالث الأهداف بطريقة غاية في الجمال. ماهر يوسف، والله انك ماهر، والله انك ماهر، بسرعته يضرب خط الدفاع، الله الله.